فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. نحن في صحيح البخاري كتاب البيوع باب التجارة فيما يكره لبسه تكلمنا عنه. الحديث الثاني هو الأهم عندنا. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف من أزمة الناس في مالك قال أخبرنا مالك مالك النجم. إذا ذكر الحديث فمالك النجم. أمين أمين. عن نافع نافع مولى بن عمر عن القاسم بن محمد وهذا من أنبل الناس العلماء يقولون هذا أنبل من كان في عصره. هناك مراكز ودولة بعينها تمول الدعوة السلفية الوهابية. أبوس إيدك ورجلك وأبوس أبوس كل عيلتك من صغير لكبير دلاني على حد بيعمل كده عشان مؤسسات السنة تقوم. نتمنى من الله أن نرى أحدا أو مؤسسة تأتي تدعم الدعوة السلفية المظلومة المهضومة. لكننا وجدنا أن الطائفة المميعة لها ركائز ذهب في 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 بحر الخليج ولا أجيبها لك على بلاطة ولا خليها على حصيرة. أموال طائلة بتنفق على هؤلاء القوم وأموال طائلة بتنفق على الدواعش وأموال طائلة طائفة بتنفق على العلمانيين وأموال طائفة بتنفق على الأشاعرة وأموال طائلة ثم طائلة ثم طائلة على المطوحة. وأنت جمعت بين الخيرين أيها المصطفى الكريم جمعت بين التمييع والمطوحة وفاضل أنك تركب مرجيحة في مولد بس دي آخرها. ليتنا نرى ونعلم بالله أبوس رجل كل من يعرفك دلنا على 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 مؤسسة صالحة أو شخص صالح يمول الدعوة مؤسسات السنة اللي هي الدعوة السلفية كما تقول. أيها الرجل المحترم افعل ذلك لنا افعل ذلك لنا. نحن في الشوارع لا نجد طعاما ولا شرابا. نحن في الدعوة إلى الله إخوتي طلبة العلم عندنا في المركز في الوقف جالسين أقسم بالله الطعام يطعمونه. يعني ماذا أقول؟ قل أيها أحمد سعيد قل عشان يعرف كيف يحدث وكيف يعني ها. والكتب لا نستطيع أن نأتي لهم بالكتب. ورق يصور الورق ويعطى ورق فقط. وهم طلبة علم من أفضل الناس ومن أشرف الناس. لكن هذا ما يصح بهذا الباب. نعم الكلمة الذي قالها أخي الكريم الخميسي نعم نعم قالها حق وأنا مش هتكلم في هذا الباب. فأنا أقول لك أيها المصطفى صاحب المطوحة وصاحب التمييع بالله دلنا على رجل يرجو الآخرة يعمل بحديث النبي نعم المال الصالح رجل الصالح لا يترك أهل العلم في هذا الباب. نعم الضرب في المليان دون وإطاحة الرؤوس. الدين دين والعقيدة عقيدة. نحن شوف ونحن في تشرد ونحن في حاجة وإعواز وطلبة العلم ومع ذلك الله جعلنا في السماء. وكلمة السلفي بتطلع في السحاب وكلمة المبتدع الضال نازلة في القاع. ولأن الله عليها ليس لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تلميحا لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا. دول كاملة تنفق على التمييع والتجميع كاملة بحصيلة خزينة كاملة والسلفيين لا يجدون طعاما وهم يطلبون العلم.
وطلبة العلم عندنا لا يجدون كتابا يقرؤونه، يصورون الأوراق، ينامون ويعلم الله. ينزل لهم أخونا الفاضل هذا اللي معي بيسوع، والله ينزل لهم الساعة الثانية بالليل ويترك أهله وأولاده ويطوف من أجل أن يأتي لهم كفاية طعام وشراب. التفجع ما يعلم به إلا الله جل في علاه. وتقول لي هناك دولة مؤسسة بتعطي الوهابية، الحمد لله أنها منسوبة للوهاب سبحانه وجل في علاه. أجبتك أيها المصطفى، ليتك بقى تأخذها وأرق قلبك وتبكي وتترك المرجحة في المولد وتجلنا بقى على الدعوة، تنام معنا في الشارع وترى أنك سيستقيم عودك وتقوى وتصبح رجلا يعني ذا همة عالية، ترفع السنة إلى المعالي وتقمع البدع. أنا قلت من أصول السلف أنهم لا يكفرون، لا يكفر بعضهم بعضا بل يعذر بعضهم بعضا، وأما أهل البدع يكفرون كل من خالف الأول. عن القاسم محمد وهو أثبت الناس في عائشة، وهو أنبل أهل زمانه. عن عائشة أم المؤمنين سائل العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهي أعلم النساء على الإطلاق، وهي أعلم النساء على الإطلاق. قالت أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة للسادة، اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله وإلى رسوله. شوف انظر، نعم نحن نخطئ فنستغفر ونتوب، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، هذا المنكر هو الآن، ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها. وهذه معناها أن القصة تعددت، لأن هناك نمرقة كانت معلقة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعي عنا كرامك هذه، ألهتني آنفا عن الصلاة، بل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وهو يصلي. ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. وهذا يحمل في الحديث الإنكار، الإنكار حتى التوسد الإنكار. قال إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة. هنا الظاهر من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر حتى لو كان وسادة، حتى لو كان وسادة. والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد النمرقة معلقة، قال أميطي عنا قرامك هذه، طالت فشققتها فجعلتها لوسادة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلتها كأنها لفافة للوسادة، ولم ينكر النبي. يبقى الإنكار هذا كان حالة كونها معلقة. فالكلام هنا فيه تقديم وتأخير على أن هذا على المآل، أنها جعلت وسادة. هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم، أقر ما أنكر لما قطعتها وشقتها وجعلتها وسادة. وفي رواية أنه لما ألهته في الصلاة أخذها بيدي قطعها. وفي كل لابد أن نقول الصور على مراتب ورتب، وأما الأصل عموم قول النبي لعن الله المصورين، كل مصور داخل تحت هذه اللعنة، لعن الله المصورين. طيب، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي رواية يؤمر بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ثم يلقى في نار جهنم. لكن إذا قلنا قال النبي لعن الله المصورين، وش الصورة؟ هل كانت الكاميرا والفيديو؟ ها؟ الصورة التي كانت معهودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النحت والرسم، فقط النحت والرسم، هذا الذي كانوا يتقنونه، يرسمون التصاوير كما فعلت يهود ونصارى في أنبيائهم، يصورون لهم التصاوير ويعلقونهم في الكنائس والبيع. فقال فكانوا يتقنون الرسم ويتقنون النحت، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين نزل تحته النحت والرسم،
هذا التقصير العام. يبقى لنا المستجدات والنوازل، الصورة الفوتوغرافية التي فيها حبس الظل، والصورة التي بالفيديو التي فيها يتحرك به، هل ينزل تحت الصور أم لا؟ أولا الصور النحت والرسم كله حرام، فمن رسم الإنسان، والإنسان الصورة هي الوجه، الصورة هي الوجه، فمن رسم وجها وإن لم يرسم حتى باقي الجسد، أو رسم جسدا وفيه الوجه، أو الحيوان يمشي يجري، المهم أنه رسم ما فيه الروح، ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، يأثم بذلك ويكون قد أتى كبيرا. فضلا على النحت فهذا متفق عليه أنه كبيرة، أنه كبيرة، ولا يقال المسألة كانت لخشية العبادة وأننا في آخر الزمان لا أحد يعبد هذه الأصنام والتماثيل. أرأيتم الأهرامات؟ أرأيتم أبا الهول؟ أنا أقول في هذا الباب يعني حتى الأهرامات وأبو الهول، الصحابة لما دخلوا مصر كانت مغطاة كما قال ابن كثير وغيره، الرمال غطت هذه. لكن حقيقة الأمر أن التماثيل لا يجوز طرحها ولا تعليقها ولا إظهارها، ولأنها وسيلة إلى أن تعبد من دون الله، وليس هذا جنون، بل هذا جاء عن نبينا الأمين حيث قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس بذي الخلصة، صنم كان يعبد في الجاهلية. وأما حديث ما الشرك أخاف عليكم، الحديث جاء في الصحيح ما الفقر أخشى عليكم، وحديث أنه يأس أن يعبد في جزيرة العرب لكن لم يأس في التحريش، هذا خاص بجزيرة العرب بأصحاب النبي، يعني يائس أن يوقع بينكم الشرك لتمكن التوحيد من قلوبكم أم يائس من التحريش بينكم. كان الخطاب خاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصنام والصور لا تعلق ولا تظهر لأنها ستعبد من دون الله، وأيضا لأن النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، وجبريل كان يمشي مع النبي الأمين، فدخل النبي ولم يدخل جبريل فقال له لما لم تدخل، فقال له النبي، شوف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تدخل، قال له جبريل في البيت جار، أجلكم الله صغير الكلاب، في البيت جار وفي البيت تمثال وفي البيت صورة، انظر هنا إلى العلاج، فاعمد إلى الجار فأخرجه، واعمد إلى الصورة فاطمس الوجه، فطمس الوجه قطع الصورة، خلاص انتهى الموضوع، قطعت الرقبة يبقى الجسد كالشجر. قال واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة فيكون هنا التصوير بقى المرسومة المغزولة رسما هي التي نهى عنها النبي، وهي التي أنكر النبي على عائشة، لكنها قطعتها وامتهنتها فجعلتها وسادة، امتهان يعني، كالذي يأتي بسجاد، السجاد في الأرض مفروش الناس يدوسون عليه، أو هذه ما اسمها المشايات في الحمامات، المشايات في الحمامات، صحيح مشاية في الحمام أجلكم الله ويكون عليها رسومات، هذه يجوز ذلك. لما؟ لأنها ممتهنة ليست معظمة، ممتهنة ليست معظمة، فيكون هنا في قوله إن أصحابها هذه الصور يوم القيامة يعذبون، كان الإنكار على أصل الصورة، وبينت أنا المسألة بالنسبة نعم للصور الفوتوغرافية والفيديو لا ينزل تحتها على الأقرب، الصورة الفوتوغرافية حبس الظل ليس فيه أي قلم يوضع إلا إذا عمل الرمش أو الفم، هذا يدخل في نوع الرسم فيدخل في اللعب، أما هي كاميرا تفعل هكذا تحرس الظل هذا ما فيها شيء. وهنا أجوز منه وأشد إباحة الفيديو لأنه يتحرك مع تحركه، من قالوا من الصور الفوتوغرافية تصح قاسوها على النظر في المرآة أو النظر في المياه فإنه يرى صورته وليست بحرام، نفس الأمر هو حبسها له وضعها له في هذا الباب، والمسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، لكن الإنكار هنا كان الإنكار عموما على التصاوير، وأيضا تعليق التصوير لا تجوز أو لا يجوز. لما؟
لأنها تتخذ وسيلة للشرك، لأنها تتخذ وسيلة للشرك. ولذلك قال النبي لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. الفوائد المستنبطة: وجوب إنكار المنكر إن لم يأتي بمنكر أنكر منه. تعليم الزوج امرأته إن أخطأت ووقع منها الخطأ جهلا، فعلمها النبي وقال أن أصحاب هؤلاء هذه الصور وشرح لها. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة إلا إن كانت الصورة ممتهنة، يدس عليها ينام عليها ممتهنة، فإن كانت ممتهنة فلا شيء لذلك بإذن الله تعالى. وعلى الرجع الصحيح إن الملائكة تدخل. وطبعا اختلف العلماء في الملائكة إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، اختلفوا في الملائكة على وصفهم في هذا. فبعضهم قالوا الملائكة السياحين أو ملائكة خاصة، لكن الحافظ لابد أن يكونوا معه. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.